أهلا وسهلا بكم في برنامج Explain، مجموعة من برامج التثقيف الصحي التي يقدمها معهد التثقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي. يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك أو من مقدم الرعاية الصحية. إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية. إصابات الدماغ الرفحية مقدمة. يمكن أن يتضرر الدماغ نتيجة حركة أو ضربة عنيفة على الرأس، وتدعى هذه الحالة بإصابة الدماغ الرفحية. تصيب إصابة الدماغ الرفحية 10 ملايين شخص حول العالم سنويا. يمكن أن تكون إصابة الدماغ الرفحية خفيفة أو متوسطة أو شديدة. يمكن أن تسبب إصابة الدماغ الرفحية خفيفة تخليطا وصداعا، ويشفى معظم الأشخاص منها، في حين يمكن أن تسبب إصابة الدماغ الرفحية الشديدة الإعاقة أو الموت. يمكن أن تحصل إصابة الدماغ الرفحية الشديدة حتى لو لم يلامس الرأس جسم صلب، حيث يمكن أن يحصل هذا الأمر للأشخاص في حوادث السيارات وموظفي الأمن الذين يتعرضون لصدمة انفجار. يشرح هذا البرنامج إصابات الدماغ الرفحية، ويشمل أعراض إصابة الدماغ الرفحية وأسبابها بالإضافة لخيارات المعالجة. تشريح الدماغ. الدماغ هو مركز التحكم للجسم، فهو يتحكم بالحواس الخمس إضافة إلى قدرة الإنسان على الكلام والحركة. يوجد الدماغ داخل الجمجمة. الجمجمة مكونة من العظم وتحمي الدماغ من ضربات الرأس الخفيفة. يطوف الدماغ داخل الجمجمة في سائل خاص يدعى بالسائل الدماغي الشوكي، والذي يعرف أيضا بالسائل المخاعي أو CSF اختصارا. وظيفة هذا السائل امتصاص الصدمات وحماية الدماغ من الضربات على الجمجمة. تحمي الجمجمة الدماغ وتغطيه 3 طبقات من النسج، تسمى الطبقة الأثخن والأبعد بالجافية. تحمي هذه الأغشية الدماغ وتحفظ السائل الدماغي الشوكي من التسرب للخارج. للدماغ قسمان رئيسيان، نصف الكرة اليمنى ونصف الكرة اليسرى. في كل نصف كرة مناطق متخصصة بالحركة والتفكير والإحساس والمشاعر، ويمكن أن تتأثر وظائف مختلفة إذا أصيب الدماغ. الدماغ عضو معقد، ولم يفهم العلماء بشكل كامل كيفية التفكير في الدماغ والشعور بالمشاعر وتنسيق وظائف الجسم. لذلك ليس من السهل دائما أن يعرف مقدم الرعاية الصحية كيف ستؤثر إصابة الدماغ على تفكير الشخص ومشاعره وعلاقاته وقدراته الجسدية. أسباب إصابة الدماغ الرفحية. تنجم إصابة الدماغ الرفحية عن قوة أو ضربة قوية على الرأس أو إصابة يخترق فيها جسم صلب الجمجمة. الأسباب الرئيسية لإصابات الدماغ الرفحية هي حوادث السقوط وحوادث الطرق. تشتمل الأسباب الأخرى على الارتطام من غير قصد بجسم صلب والاعتداء والإصابات الرياضية. إصابات الدماغ الرفحية شائعة لدى الذكور المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24، كبار السن من الجنسين بعمر 75 سنة وأكبر. السبب الرئيسي لدى الشباب هو حوادث الدراجات النارية. أما بالنسبة للذين عمرهم 75 وأكبر فحوادث السقوط هي السبب الرئيسي لإصابة الدماغ الرضحية. يمكن أن يصاب الرضع بإصابة دماغية عند هزهم بعنف
سواء كان ذلك في سياق تأديب الطفل أو اللعب معه بخشونة. فمتلازمة الطفل المهدوز إصابة دماغية رضحية. الانفجارات من الأسباب الشائعة لإصابات الدماغ الرضحية في الجيش خلال أوقات الحروب، حيث يعاني كثير من أفراد الجيش من إصابات الدماغ الرضحية بعد الإصابة بانفجار. تأثيرات إصابة الدماغ الرضحية: يمكن أن يتحرك الدماغ ويصطدم بالجمجمة في الحوادث التي يهتز بها الرأس فجأة وبعنف. حتى إن لم يضرب الدماغ الجمجمة يمكن أن تسبب الحركة المفاجئة للدماغ إصابة وتدعى بإصابة القص، وقد تسبب تكدم الدماغ أو تورمه. عندما يتورم النسيج الدماغي المصاب يولد ضغطا على بقية الدماغ بسبب عدم توسع الجمجمة، وهذا ما يجعل تورم الدماغ أمرا خطيرا، فهو يسبب مزيدا من الضغط على الدماغ نفسه، مما يؤدي إلى زيادة تضرر الخلايا الدماغية. إذا كان التورم والضغط شديدين ولم يتم معالجتهما فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الموت. يحاط الدماغ بغشاء يدعى بالجافية. إذا اخترق جسم صلب الجمجمة ودخل الجافية فقد يؤدي إلى عدوى بكتيرية تسمى بالتهاب السحايا. يمكن أن ينتشر التهاب السحايا غير المعالج عبر الجسم ويصبح مميتا. يمكن أن تتعدى أوعية الدماغ بسهولة خلال إصابة الرأس، بل يمكن حتى أن تنفجر مؤدية إلى نسف دماغي. وفي بعض الحالات يشكل الدم جلطات تسمى أيضا بالأورام الدموية. يمكن أن يسبب النسف والتورم والضغط داخل الدماغ أيضا نقص تدفق الدم للدماغ، ويمكن أن يسبب ذلك مشاكل في كمية وصول الأكسجين وسكر الدم ومعادن معينة إلى الخلايا الدماغية. يمكن أن يسبب الرفع المفاجئ والعنيف في الرأس إصابة محورية منتشرة DAI، والتي يمكن أن تسبب مشاكل عقلية طويلة الأمد وغيبوبة وربما الموت. برعاية معهد تثقيف المرضى www.patient-education.com، أكثر من 5000 من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية. أنواع إصابات الدماغ الرضحية: يستعمل مقدم الرعاية الصحية عوامل مختلفة للتفريق بين إصابات الدماغ الرضحية. أحدها هو إن كانت الجمجمة مخترقة، تتضمن إصابات الرأس المفتوحة اختراق الجمجمة كما في كسور الجمجمة، بعكس إصابات الرأس المغلقة. الإصابات التي تحصل مباشرة بعد الحادث والإصابات التي تحصل بعده مختلفة أيضا، حيث تدعى الإصابات الأولى بالإصابات الأولية، في حين تدعى الإصابات اللاحقة بالإصابات الثانوية. هناك تصنيف آخر يرتكز على شدة إصابة الدماغ الرضحية، وتعتمد خيارات المعالجة والتأهيل على الشدة. يستعمل مقدم الرعاية الصحية ثلاث فئات لوصف مدى شدة إصابة الدماغ الرضحية، وهي إصابات دماغية رضحية خفيفة ومتوسطة وشديدة. مقياس غلاسكو للغيبوبة اختبار يساعد مقدم الرعاية الصحية على معرفة مدى شدة الإصابة الدماغية الرضحية، ويفحص قدرة المريض على اتباع التوجيهات، إغلاق العينين وفتحهما، تحريك الأطراف، الانسحاب من الألم، إطاعة الأوامر الأخرى. يعطي مقدم الرعاية الصحية المريضة نقاطا بناء على نتائج اختباره. الحد الأقصى هو 15 نقطة، وكلما ارتفعت النقاط كانت الإصابة أخف. مجالات نقاط مقياس غلاسكو للغيبوبة لفئات إصابة الدماغ الرضحية هي
إصابة دماغ الرضحية خفيفة بنقاط من 13 إلى 15، إصابة دماغ الرضحية متوسطة بنقاط من 9 إلى 12، إصابة دماغ الرضحية شديدة بنقاط 8 أو أقل. يفقد المرضى أحياناً الوعي بعد إصابة الدماغ، وقد يواجهون أيضاً صعوبات في تذكر الأحداث التي حصلت قبيل الحادث وخلاله وبعده. تحدد بعض المقاييس مدى شدة إصابة الدماغ الرضحية بناء على الفترة التي يقضيها المريض فاقداً للوعي وعلى الفترة التي يستغرقها كي يبدأ بالتذكر. الأعراض: يمكن أن تكون إصابة الدماغ الرضحية خفيفة أو شديدة حسب مدى إصابة الرأس. يمكن أن تسبب إصابة الدماغ الرضحية الشديدة دخول المريض في حالة مطولة من فقدان الوعي تستمر أياما أو أسابيع أو أشهر. تعد الغيبوبة من فئة إصابة الدماغ الرضحية الشديدة، حيث يكون المريض في حالة عدم وعي لا يستطيع فيها أن يصحو. الشخص المصاب بإصابة دماغ رضحية متوسطة يفقد وعيه لمدة عدة دقائق أو عدة ساعات، قد يصبح الشخص مشوشا لمدة أيام أو أسابيع، كما يمكن أن تستمر تبدلات قدرة المريض على الحركة أو التفكير فترة أشهر وقد تكون دائما. قد يفقد الشخص المصاب بإصابة دماغ رضحية خفيفة وعيه أو قد لا يفقده. يشار إلى إصابة الدماغ الرضحية الخفيفة أحياناً بالارتجاج. قد يفقد المريض الوعي لمدة بضعة ثوان أو دقائق، وقد يصبح الشخص دائخاً ومشوشاً. يمكن أن يحصل الارتجاج بعد سقوط في البيت أو خلال اعتراض في لعبة كرة القدم. من الطبيعي أن لا يتذكر المصاب بالارتجاج الأحداث قبيل الحادث وخلاله وبعده. يمكن أن تشتمل الأعراض الأخرى لإصابة الدماغ الرضحية ما يلي: تخليط، دوخة، صداع، دوار، تعب. يمكن أن تشتمل أعراض إصابة الدماغ الرضحية الأخرى على ما يلي: تبدلات سلوكية أو تبدلات في المزاج، تشوش الرؤية أو تعب العينين، غثيان أو تقيؤ، طنين في الأذنين، مشاكل في النوم. يمكن أن تسبب إصابة الدماغ الرضحية الخفيفة مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو الانتباه أو التفكير، وقد تستمر هذه الأعراض لمدة أسابيع أو أشهر قبل أن تزول. يمكن أن تشتمل الأعراض الأخرى لإصابة الدماغ الرضحية ما يلي: اختلاجات أو نوبات، تخليط أو تململ أو تهيج، اضطراب الكلام. متى يجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية؟ إذا تعرض الشخص لضربة على الرأس أو أحد المقربين إليه فيجب أن يزور مقدم الرعاية الصحية، ويجب أن يطلب الرعاية الطبية الإسعافية إذا اشتملت الأعراض على ما يلي: اختلاجات، تقيؤ متكرر، اضطراب الكلام، ضعف أو خدر في اليدين أو الساقين. قد لا يشعر بعض الأشخاص بالمرض مباشرة بعد ضربة الرأس، لكن ربما ما يزال هناك نسف حول الدماغ أو ورم دموي، والذي يمكن أن يسبب مضاعفات وربما الموت إذا لم يعالج مباشرة. قد يطلب مقدم الرعاية الصحية تصويرا مقطعيا محوسبا أو تصويرا بالرنين المغناطيسي لرؤية صور لداخل الدماغ. يمكن أن تساعد هذه الصور في إيجاد علامات على الأورام الدموية أو الإصابات الأخرى. إذا لم يوجد شيء، فقد يطلب من المريض البقاء في مرتقى الرعاية الصحية للمراقبة عن قرب. المضاعفات: يعتمد حصول مضاعفات إصابات الدماغ الرضحية على شدة الإصابة. يمكن أن يؤدي الرضح الشديد للدماغ إلى الموت مثل طلقات نارية، لكن معظم الأشخاص الذين يعانون من إصابة دماغ خفيفة يتعافون بشكل كامل. يمكن أن تؤدي إصابات الدماغ الرضحية
التي تسبب ضغطا كبيرا في الدماغ إلى مضاعفات خطيرة مثل النزف والجلطات الدموية وموت الخلايا الدماغية نتيجة نقص تدفق الدم للدماغ. إذا لم تعالج هذه المضاعفات فيمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضرر للدماغ وقد تهدد حياة المصاب. تستجيب بعض إصابات الدماغ الرفحية للمعالجة جيدا، لكن قد يستغرق الدماغ وقتا طويلا لإصلاح الضرر أو قد لا يستطيع التعافي بشكل كامل أبدا. تشتمل بعض المضاعفات طويلة الأمد لإصابات الدماغ الرفحية على ما يلي: إعاقات معرفية مثل مشاكل الذاكرة وحل المشاكل، تبدلات في الشخصية، مشاكل حسية مثل طنين في الأذنين وتبدلات في الرؤية. تشتمل المضاعفات طويلة الأمد الأخرى لإصابات الدماغ الرفحية على ما يلي: صداع، نوبات، اضطراب الكرب التالي للرفح. التشخيص: لتقييم مدى شدة إصابة الدماغ خفيفة أو شديدة يحتاج مقدم الرعاية الصحية عادة إلى تقييم الوضع بسرعة لمعالجة أي مضاعفات قبل أن تسوء حالتها، ويعتمد على صور داخل الدماغ للتصوير المقطعي المحوسب. قد يجرى التصوير المقطعي المحوسب لضمان عدم وجود كسور في الجمجمة أو جلطات دموية أو تكدم في الدماغ أو حوله. يجب أن يبقى المريض في مرفق الرعاية الصحية لمراقبته عن كثب حسب حالة المريض ونتائج التصوير المقطعي المحوسب الأول. إذا كانت الإصابة شديدة فقد يحتاج المريض لعملية جراحية عاجلة. يمكن إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لاحقا للتحقق من وجود ضرر أدق لا يمكن رؤيته بالتصوير المقطعي المحوسب. المعالجة: تعتمد معالجة إصابة الدماغ الرفحية على شدتها. إصابات الدماغ الرفحية الخفيفة التي لا تظهر علامات على نفس دماغي داخلي لا تحتاج غالبا لأي معالجة باستثناء الراحة، وقد يخبر مقدم الرعاية الصحية المريض أو الوصي الشرعي كيفية مراقبة علامات أي مضاعفات. قد تتطلب إصابات الدماغ الرفحية الأكثر شدة إدخال المريض للمستشفى والمراقبة عن كثب والمعالجة، وقد تكون العملية الجراحية ضرورية إذا كان هناك إصابة رأس مفتوحة. مثلا إذا كان هناك كسر في الجمجمة فيجب إجراء عملية جراحية لإزالة الجلطات الدموية وإصلاح الجمجمة. إذا كان هناك طلق ناري فيجب إجراء عملية جراحية لتنظيف الجرح. إذا كانت الطلقة النارية ما زالت في الدماغ بوضع يسمح بإزالتها فقد يزيلها الجراح أيضا. تستعمل معالجة إصابة الدماغ الرفحية من أجل إيقاف النزيف، الوقاية من العدوى، الوقاية من الجلطات الدموية، إنقاص الضغط الناجم عن تورم الدماغ. في حالات إصابات الدماغ الرفحية الخفيفة إلى المتوسطة التي يتراكم فيها الضغط داخل الدماغ تركز المعالجات على ما يلي: ضبط الضغط، ضمان وصول كمية كافية من الأكسجين للدماغ وباقي الجسم، المحافظة على التدفق الدموي للدماغ. قد يستعمل مقدم الرعاية الصحية جهاز مراقبة خاص يقيس ضغط الدماغ بشكل دائم، ويسمى هذا الضغط بالضغط داخل القحط، وتعرف هذه الأجهزة بأجهزة مراقبة الضغط داخل القحط. يمكن أن يؤدي ارتفاع الضغط داخل القحط إلى ضرر دماغي دائم أو حتى الموت. يستعمل مقدم الرعاية الصحية أدوية لإنقاص الضغط داخل القحط، تعطى معظم هذه الأدوية وريديا. إذا كان التورم داخل الدماغ شديدا توضع قسطرة داخل بطينات الدماغ. البطينات هي تجويفات مليئة بالسائل في الدماغ
تنقص هذه القساطر الضغط بتصريف بعض السائل الدماغي الشوكي. قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية لإزالة جزء من الجمجمة، حيث يساعد هذا الأمر على توفير مكان لتورم الدماغ وإنقاص الضغط داخل الدماغ. للقيام بذلك يزيل الجراح قطعة من الجمجمة ومن ثم يغلق الجلد. تعوض القطعة المزالة من الجمجمة عادة بعد عدة أشهر حسب حالة المريض. قد يعطي مقدم الرعاية الصحية المرضى أدوية مضادة للنوبات خلال الأسبوع الأول بعد الإصابة بسبب تعرض المرضى المصابين بإصابات دماغية رفحية لزيادة خطر حصول نوبات. الفترة الأكثر حرجا للمرضى المصابين بإصابات دماغية رفحية متوسطة إلى شديدة هي أول 3 إلى 5 أيام بعد الإصابة، وبمجرد أن يتجاوز المريض هذه الفترة الحرجة يزول خطر الموت غالبا ويمكن بدء التأهيل. قد يصاب المصابون بإصابات الدماغ الرفحية برضوح في أجزاء أخرى في جسمهم، ويمكن أن تسبب المضاعفات المحتملة الناجمة عن تضرر التدفق الدموي وعدم التوازن في المواد الكيميائية في الجسم مشاكل في كل الجسم، وقد يكون من الضروري إعطاء معالجات إضافية. إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة. لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة. الخلاصة: يمكن أن تسبب أي حركة أو ضربة عنيفة على الرأس ضررا للدماغ، وتدعى هذه الحالة بإصابة الدماغ الرفحية. تصيب إصابة الدماغ الرفحية 10 ملايين شخص حول العالم سنويا. عندما يتورم النسيج الدماغي المصاب يولد ضغطا على بقية الدماغ بسبب عدم توسع الجمجمة، وهذا ما يجعل تورم الدماغ أمرا خطيرا، فهو يسبب مزيدا من الضغط على الدماغ نفسه مما يؤدي إلى زيادة تضرر الخلايا الدماغية. يمكن أن يسبب النسخ والتورم والضغط داخل الدماغ أيضا نقص تدفق الدم للدماغ، ويمكن أن يسبب ذلك مشاكل في كمية وصول الأكسجين وسكر الدم ومعادن معينة إلى الخلايا الدماغية. يمكن أن تكون إصابة الدماغ الرفحية خفيفة أو شديدة حسب مدى إصابة الفحص. يمكن أن تسبب إصابة الدماغ الرفحية الشديدة دخول المريض في حالة مطولة من فقدان الوعي تستمر أياما أو أسابيع أو أشهر. يمكن أن تشتمل الأعراض الأخرى لإصابة الدماغ الرفحية ما يلي: اختلاجات أو نوبات، تخليط أو تململ أو تهيج، اضطراب الكلام. تعتمد معالجة إصابة الدماغ الرفحية على شدتها. إصابات الدماغ الرفحية الخفيفة التي لا تظهر علامات على نسج دماغي داخلي لا تحتاج غالبا لأي معالجة باستثناء الراحة، وقد يخبر مقدم الرعاية الصحية المريض أو الوصي الشرعي كيفية مراقبة علامات أي مضاعفات. قد تتطلب إصابات الدماغ الرفحية الأكثر شدة إدخال المريض للمستشفى والمراقبة عن كثب والمعالجة، وقد تكون العملية الجراحية ضرورية إذا كان هناك إصابة رأس مفتوحة. مثلا إذا كان هناك كسر في الجمجمة فيجب إجراء عملية جراحية لإزالة الجلطات الدموية وإصلاح الجمجمة. الفترة الأكثر حرجا للمرضى المصابين بإصابات دماغية رفحية متوسطة إلى شديدة هي أول 3 إلى 5 أيام بعد الإصابة، وبمجرد أن يتجاوز المريض هذه الفترة الحرجة يزول خطر الموت غالبا ويمكن بدء التأهيل. شكرا لاستخدامكم برنامج Explained.